السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكوبلينج وقلنا ان هو حاجة بتربط عمودين في بعض، بيكون عندي عمود بيلف عايز اخليه يلف عمود تاني، فعايز اوصل العمودين دول ببعض. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الريجيد كوبلينج، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفريكشن جريب كوبلينج. ده نموذج للفريكشن جريب كوبلينج، ده الشكل مجمع وده مقطوع ودوت الاجزاء مفككه. الفكره الاساسيه بتاعته انا عندي عمودين عايز اوصلهم ببعض، فبيكون عندي جلبه، الجلبه دي بخليها بركب فيها العمودين، يعني بخليها تبقى موصله العمودين في بعض متركبه في الاثنين، وبضغط على الجلبه دي عن طريق ان هي تكون مصنعه بسلبه، بتكون مسلوبه من ناحيتين، وبيضغط عليها من ناحيتين الفلنجتين بالشكل دوت، وبيربط الفلنجتين ببعض ثلاث مسامير بالشكل ده، ده مسمار وده مسمار، وفي مسمار هنا على زاويه 120، وده شكل المسمار، بيكون مربع من النص، وبيكون متقلوز من الطرفين. دي الرسمه اللي معانا للفريكشن جريب كابلنج. عندنا ادي العمودين رسمهم اهو، بس رسم ده حته صغيره منه، يعني المفروض ده هيبقى ممتد ويبقى خارج من الجسم. طبعا نهايه العمود ده يعني مش لازم يدي لك بعد، انت بتخرجه من الجسم بمقدار ما، وليكن احنا اتفقنا ان احنا نخليها 20، عايز تخليها 25 30 براحتك، شوف انت الابعاد اللي تلاقي تحس ان هي احسن بالنسبه لك، مش اي مشكله، بس يعني لو حابب قيمه محدده خدها 20، شوف نهايه الجسم كام وطلعه بره الجسم 20 من هنا و20 من هنا. طيب النهايات المحدده بتاعت العمود شطفه 45 45، وتعمل النهايه بتاعته بالشكل اللي مرسوم ده، تعمل حسابك لما تحط العمودين قصاد بعض، يعني لما تيجي ترسم يكون العمودين بينهم مسافه مقدارها 10 مللي. الجلبه بقى اللي هي بالشكل ده بتركب على العمودين، العمودين بيتحطوا جواها بالشكل ده، بتكون محيطه بالعمودين. الجلبه مشقوقه من الاربع نواحي، ومن ثلاث نواحي بتكون مقفوله ومفتوحه بالكامل من ناحيه واحده اللي هي الناحيه اللي فوق دي، اهي دي الجلبه اهي، اهي مسلوبه من الناحيتين ومشقوقه من ثلاث جوانب بشكل غير كامل، ومشقوقه بالكامل من ناحيه واحده. لما تيجي تبص ليها كده، ده المسقط الرأسي بتاعها، احنا المفروض هنقطع فيها، يعني احنا المطلوب مننا هنرسم قطاع رأسي كامل ومسقط أفقي كامل ومسقط جنبي كامل بالشكل ده. فلما نيجي نقطع فيها هاجي اقطع الخط المنقط ده هيظهر معايا، ومش ههشر لان انا ماشي في الهواء، انا كده بقطع هنا كده ماشي مع الخط السنتر لاين ده كده، فانا كده ماشي في الفاضي، فهنا مفيش حاجه اتقطعت، ده الجزء ده هيظهر اللي هو السطح ده، هنتقل الخط المنقط ده ويبقى عندنا الجسم ده ظاهر بالشكل ده، والخط دوت اللي في النص الخط الرأسي ده مش هيظهر لان ده بتاع الحد الخارجي مش موجود جوه اصلا، جوه في سطح كامل فما يبقاش في الخط ده، والخط المنقط ده هيظهر معايا. بس من تحت خلي بالك الخطين المنقطين دول يعني في الجسم اهو، الحته دي هتتقطع، فلازم بين الخطين دول المنقطين دول هتظهرهم وتهشر ما بينهم، طبعا مش واضحه قوي هنا، بس انت لما تيجي ترسم هيبقى في خطين تحت هنا كده اللي هم الخطين المنقطين دول هتظهرهم وتهشر ما بينهم. طيب الجلبه دي هتبقى حوالين العمودين، والعمود طالع منها من هنا ب 20 ب 20 مللي، وطالع منها من هنا ب 20 مللي نفس الكلام. عندي بقى فلنجتين، ادي فلنجه هو جايب واحده بس بيقول اتنين اوف، يعني في واحده تانيه زيها، بس خلي بالك التانيه اللي زيها مش بنفس وضعها ده، لا حط مرايه كده، حط مرايه قصادها تديك التانيه اللي زيها، يعني مرايه ليها معكوسه، بحيث يبقوا ايه قابلين بعض، واحده مسلوبه بالشكل ده واحده مسلوبه بالشكل ده، اهو زي ما هو واضح هنا كده، يعني كانك حاطط مرايه قصاد الجزء ده يظهر لك الجزء الثاني، او هي نفسها بس ايه مقلوبه، يعني محطوطه بشكل مقلوب معكوس يعني. طيب السلبه دي لازم تكون نفس السلبه دي، وزيها الناحيه الثانيه برضو، الثانيه هتبقى مسلوبه لتحت كده وهتبقى بنفس السلبه دي. السلبه دي لسه فيها قصه كده، لسه هنتكلم عليها لما نيجي نشوف الابعاد، بس خلينا نشوف الابعاد الرسمه هتبقى عامله ازاي. انا دلوقتي احط الجلبتين دول الفلنجتين على الجلبه من هنا ومن هنا، وهربط بثلاث مسامير، خلي بالك في ثلاث مسامير، شوف في ثلاث فتحاتهم على زاويه 120، مش اربعه زي المره اللي فاتت اهو، ثلاثه اهو. فلما تيجي تقطع هيظهر معاك واحد بس اللي هو اللي فوق ده، واللي تحت انت عديت ما بينهم، لا جيت جنب ده ولا جنب ده، وده هيختفي، يعني ده هيبقى في حاجه، الحاجات اللي هتظهر معاك هتبقى مخبيه، يعني هيبقى ورا الجسم، في هنا مسمار بس مش ظاهر، ممكن يبان منه حته من هنا، يبان منه حته من هنا، ممكن يبان معاك حته صغيره هنا ولا هنا، بس هو المفروض ورا الحاجات دي فمش هيترسم، يظهر معاك بس في المسقط الجنب الثلاثه بالشكل ده، ولما تيجي تعمل مسقط افقي هيبقى باين معاك،
الاطراف بتاعتهم من بره، والظاهر برضو ان هم موجودين من هنا كده، المفروض ده حته فاضيه، في مسافه هيظهر معاك مسافه فاضيه بين الفلنجتين، هيظهر ما بينهم الاعمده والجلبه والمسامير. طبعا الاعمده هتختفي لان الجلبه والمسامير هتخبي على الاعمده يعني. طيب نيجي لتقسيم اللوحه، تقسيم ابعاد اللوحه، تعال نشوف اكبر ابعاد هتظهر معانا عباره عن ايه. احنا هنرسم ثلاث حاجات، ثلاث مظبط يعني بالشكل ده، قطاع راس كامل وقطاع مسقط جنب كامل ومسقط افقي كامل. طبعا مش هنعمل زي المره اللي فاتت نص قطاع ونص مسقط لانه مش متماثل، يعني لو انا خدت نصه كده وعملت نص قطاع ونص مسقط اللي فوق ده مش زيه تحت، فلازم ارسمه قطاع كامل عشان تبان كل التفاصيل ويوضح معايا فكره ان هو ثلاث مسامير مش اربعه. وهنرسم المسقط الافقي الكامل بالشكل ده. طب الابعاد عامله ازاي؟ بص اكبر بعد عندي اللي هو ايه؟ بص شايف الفلانجه؟ شايف الجلبه؟ اهي الجلبه طالعه من هنا ومن هنا، اهي الجلبه اهي، وطالع براها 20 و20، اذا الجلبه شوف اكبر بعد ليها اللي هو كام؟ 224، هطلع براها من العمود هنا 20 ومن هنا 20 يبقى 40 على 224 يبقى 264. ده عباره عن ايه؟ عرض القطاع الراسي وعرض المسقط الافقي. طيب لما اجي ابص كده في الجنبي هلاقي عباره عن دايره، الدايره يعني هيديني نفس البعد نفس الارتفاع ونفس العرض، الدايره دي اللي هي اكبر دايره اللي هي 216، الدايره فوق دي اللي هي دايره القطر الخارجي للفلانجه اللي هو 216، اذا العرض ده 216 والارتفاع ده 216 اللي هو برضو ارتفاع المسقط الراسي، يبقى دي 216 وده 216. طيب في المفروض اللي هو الافقي، ما هو الافقي عرضه هو نفس عرض الراسي وارتفاعه، الارتفاع بتاع الافقي هو نفس عرض الجنبي، يبقى هيبقى عباره عن الارتفاع 216 والعرض 264. طيب دي كتقسيم لوحه، لما نيجي نقسم اللوحه، لما اجي ارسم بقى طبعا هترسم السنتر لاين في الاول، سنتر لاين هنا وهنا، وهنا في سنتر لاين وهنا في سنتر لاين، ترسم السنتر لاين. والمفروض في هنا برضو سنتر لاين كده في النص. بس يعني مش شرط ترسمه شايف ده، في حاجه هنا اهم حاجه الافقي بالشكل ده. من السنتر لاين الافقي ده اقدر ارسم الاعمده. يعني اشوف في النص بالظبط ونرسم نهايه الاعمده بالشكل ده، والاقطار بتاعتهم نطلعها من هنا ومن هنا، الاعمده مش هتتقطع ومش هيترسم فيها اي حاجه، تبقى بالشكل ده كده. وبعدين ارسم حواليها الجلبه، خلي بالك بقى الجلبه، نيجي الابعاد بتاعتها ونطلع والمفروض نعمل حاجه مسلوبه، السلبه جايبها لي كام؟ 1 الى 4، يعني المفروض السلبه دي 1 الى 4، يعني المفروض امشي 4 وانزل 1، يعني كل 4 قصادهم 1، يعني ثاني الزاويه 1 على 4. بس القيمه دي غلط، لو جيت تعملها هتلاقي الدنيا باظت معاك. فما تاخدهاش 1 الى 4، 1 الى 4 دي غلط، وجرب تعملها كده هتلاقي الدنيا باظت خالص. خدها 2 الى 15، يعني هي 2 الى 15 هتلاقي ظبط الرسم معاك بشكل كويس. ممكن تاخدها 1 الى 7، ممكن تاخدها 1 الى 8، بس 1 الى 7 هتلاقي ايه الميزه دي شويه، فالجسمين دول الفلانجتين هتلاقيهم قربوا من بعض قوي كانهم لزقوا بعض، انا عايز الجلبتين يبقى في بينهم مسافه عشان الجلبه اللي دي لما تتاكل اضغط عليهم ويضغطوا اكتر على الجلبه، فانا عايز يبقى في مسافه فاضيه بين الجلبتين مش عايزهم يلزقوا بعض، فالجلبتين لما اجي احطهم قصاد بعض يبقى في مسافه فاضيه بينهم. لو عملتها 1 الى 7 هتلاقيهم يعني تقريبا لازقين في بعض، لو عملتها 1 الى 8 هتلاقي الجلبتين يعني على الاخر بالظبط، يعني مش بالظبط يعني يا دوب على الحروف كده في الاخر وفي مسافه كبيره فاضيه بينهم. فيعني انا رايي ان افضل ميل للابعاد اللي موجوده دي 2 الى 15. يعني ايه 2 الى 15؟ هاجي من السنتر لاين واطلع لفوق نص القطر ده اللي هو 106 قسم على 2 يبقى 53، اطلع لفوق 53 حددت النقطه دي من السنتر انا في النص بالظبط، وانزل 53 حددت النقطه دي. طيب النقطه دي همشي بالمسطره كده 15، مش لازم ترسم الخط، انت حط الصفر هنا وعند ال 15 حط نقطه، وانزل راسي 2 حط نقطة، ما تعملش خطوط، حط نقط بس. النقطة اللي أنت جبتها دي اللي هي تمشي 15 وتنزل 2 وصلها بالنقطة دي، برضو ما تعملش خط كامل، أنت مجرد هتعمل إيه؟ خط كده خفيف لحد ما تشوف أنت آخرك فين، آخرك المفروض هنا على البعد ده اللي هو 224 نصه 112، امشي من هنا 112، خد خط رأسي، تقاطع الخط الرأسي ده مع الخط المايل ده يديك النقطة دي. ترسم بقى الجسم بتاعك، ترسم طبعًا الحد الخارجي ده والحد العمود هنا. طبعا الجزء ده مش هيترسم لان في العمود هيبقى طالع بره والعمود ما بيترسمش فيه حاجه، اللي ظهر عندك الخط ده والخط ده اللي هو البعد ده انا اخدها كوبي بيست مظبطها كده لان هنا البرنامج قطع، وخلي بالك برده المسمار مقطوع، دي عشان معموله بالبرنامج، فيعني ده طبعا المسمار مش هيتقطع، المسمار اللي هو ده مش هيتقطع، ولا الصواميل اللي هتركب فيه من الناحيتين مش هتتقطع برده، هترسم كامله زي ما هي. بقيه السلبات هنمشي من الناحيه الثانيه، نمشي 15 وننزل 2 نفس الكلام.
امشي 15 واطلع 2، امشي 15 واطلع 2، وهكذا. نفس الكلام هنا، انا حددت النقطه، انا دلوقتي عايز اوقع دي على دي، هعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي القطر ده البدايه، بدايه يعني ابدا ارسم الجزء ده ازاي؟ انا عندي النقطه دي، دي اول حاجه هبدا احددها. ال 80 العرض، القطر 80، المفروض ان ارتفاع النقطه دي عن السنتر 40 اللي هو نص ال 80، فاطلع عن السنتر 40 وخد خط افقي، خد خط افقي على ارتفاع 40 من السنتر، هتلاقي بيقطع الخط المائل ده هنا مثلا. النقطه دي هي النقطه دي، ابدا ارسم بقى الرسمه بتاعتك، اطلع لفوق لحد الارتفاع اللي هو نص ال 216 وامشي 90 وانزل وظبط الرسمه بتاعتك بقى، تلاقيها ظبطت معاك. انت اهم حاجه تحط نقطه بدايه للجسم ده، موقعه ايه في الرسمه. هتطلع 40 وتمشي يمين وشمال، حددت النقطه اللي هنا والنقطه اللي هنا، انزل 40 وامشي يمين وشمال، حددت النقطه اللي هنا والنقطه اللي هنا، وابدا ارسم بقيه التفاصيل بتاعتك. تلاحظ ان الجسم، ان التشير، شوف عامل ازاي، تشير من فوق وده فاضي مفيش فيه تشير، وده فاضي مفيش فيه تشير، في هنا فاضي. بص كده على الجسم عامل ازاي، دي المفروض الفلانج جايه، لما اقطع فيها في فراغ فيها، في تجويف فيها، ماهيش مصمطه، ففي جسم هيتقطع اللي هي الشفه بتاعت الفلانج اللي هنا، وفي شفه هنا اهي، اهي دي الاطراف بتاعت الفلانج، وانما بقيتها الفاضي ده عباره عن فراغات، كل ده فراغ داير ما يدور، فراغ التجويف داير ما يدور بالشكل ده، فمش هيتهشر، مفيش، هيبقى فيه جوه هنا تهشير، التهشير يبقى بالشكل ده ما عدا بس المسمار مش هيتهشر، ولا الصوامين من ناحيتين برضه مش هيتهشر. اخر حاجه عايز اقولها كملاحظه يعني على الرسمه، شايف المسمار مرسوم ازاي؟ مرسوم وجاي هنا عامل لك كروس كده، خطين خطين على شكل كروس، ده يقصد بيه ايه؟ ان الجزء ده عباره عن المقطع بتاعه مربع، يعني الجزء ده معناه ان المقطع بتاع الجزء ده مربع، وده المقطع بتاعه دائري اهو، حتى هتلاقي جايب لك ام 20 مثلا او فاي، يعني يقول لك ام او فاي، تعرف ان هي ايه، يقصد بيها ان ده حاجه دائريه، انما لو عمل الشكل ده كده تعرف ان المقطع بتاعه مربع، او لو جيت تبص على المسقط، بص المسقط كده تلاقي مربع، هو كاتب عليه ايه؟ 22 سكوير، يعني ايه 22 سكوير؟ يعني ده مربع، المقطع بتاعه مربع، طول الضلع بتاعه 22 اهو بالشكل ده، المقطع بتاعه مربع والطول بتاعه اللي هو موجود عندك اللي هو 45. اخر حاجه بس حابين نوضح، لما اجي اركب الاجزاء على بعضها الدنيا هتبقى راكبه ازاي، ادي الجلبه المشقوقه والعمودين هيدخلوا فيها من هنا ومن هنا ومن هنا، بعدين الفلنجات تدخل تزنق على الجلبه، واللي يربط الفلنجات في بعضها الثلاث مسامير، ادي مسمار ومسمار ومسمار، المسامير دي مضلعه من النص عشان امسكها من النص كده، والفلنجات تدخل من هنا، اربط الصواميل من هنا واربط الصواميل من الناحيه الثانيه. وبكده نكون خلصنا سيكشن النهارده، واتمنى لكم كل التوفيق باذن الله.